نقطة في تعريف ضلالي جايبينه للتوكل على الله سبحانه وتعالى في صفحة 89 من كتاب الدراسات الإسلامية. التعريف ده باطل، أعرفوه على وجه الإجمال. اثنين، بيرسخوا لمفهوم التخلي عن الدين في كتاب التاريخ الصفحة 66 آخر الكتاب، المكان اللي نقلوا فيه كلام جون قرن ده بيأصلوا فيه، لأنه الإنسان يعني كل الأديان واحد، كل الأديان واحد. وزي ما صرح به القراي إنه كل زول لو كان مخلص مخلص بس في دينه، لو بوذي لو نصراني لو مسلم، كلهم قال بيخشوا الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أخيرا دار أعلق على كتاب الجغرافيا، بزرك تعايل الصورة دي وتعرف كيف الناس اللي بيتآمروا على اللعب ده أولادنا. بس الغلاف ده عينه في الصورة هناك، جايبين ولد وبنت ده في الغلاف. أول حاجة من ناحية تربوية ومهنية، البلوزة اللي لابسها البنت دي ده ما زي مدرسي، ولد وبنت جايبينهم في فصل. لقاكم يا اخواننا المدارس السودانيه كلها، وانتوا الان اللي قدامي ديل بيشكلوا كافه القبائل والمناطق والكده جوا الخرطوم وبرا. في زي مدرسه بلوزه ال عندهم في حلتهم زي مدرسه بلوزه يورينا؟ ما في ما في. عندكم زي مدرسه بدون طرحه؟ ما في. دي البناتنا يا اخواننا، ودي اخلاقنا اللي احنا تربينا عليها، دي اخلاقنا. ما عندنا بيت في سلاسات بدون طرحه ولا في الحله، خليك من المدرسه، في الحله بيت وصل سلاسات بتمرق من البيت بدون طرحه؟ ما في كلام زي ده. نمره ثلاثه، البيت دي جايبينها لابسه، شوف دي كلها ايحاءات، دي احنا بنفهمها في التربيه والتعليم. الصوره عندها ايحاءات وعندها مفاهيم بتغرسها. البيت جايبينها لابسة بلوزة وردية ومطقم الحلق معاه، الحلق مطقمة مع البلوزة. بعدين اللون الوردي ده لون شنو؟ ده لون الحب. دي جاية تقرأ ولا تحبي؟ ها؟ دي جاية تقرأ ولا تحب؟ بعدين لاحظوا الكتاب الخاتينه قدامهم مقبل عكسي من النوم، عكسي من النوم معناه ما فاضين للكتاب ذاته. ملاحظين للحاجة دي؟ ما فاضين للكتاب. بعدين البيت دي رسمين خدودة حمر، الكلام ده ما جساي خدودة حمر، ده معناه الكلام اللي بيحكي لي فيها الشفت الجنب هذا خش عليها. ها الكلام ده عميق شديد. بعدين لاحظوا له سارحة وهو بيحكي لها، وسارحة بعيد عايشة مع الكلام بتاعه. دي يا اخواننا صورة بتاعت منهج دراسي؟ ها؟ بعدين لاحظوا الواد ده خدت كوعه وين؟ بس عينه براكم، انا ما بقول حاجة، عينه خدت كوعه وين؟ والبنت دي يدينا بتحد وين؟ يا اخواننا الموضوع ده طويل جدا، الموضوع ده طويل جدا، وده خطر، ده خطر بمعنى الكلمة. ومن الغلاف ده، ده ما كتاب بتاع جغرافيا، مفترض يسموه كتاب شارع النيل، ده كتاب شارع النيل. والله يا اخواننا لو كل الملاحظات اللي انا دونتها على الكتب دي انا عرضتها، ممكن المحاضرة دي تكون حتى الصباح.